بعد 8 سنين على رحيل والده سامي العدل، رحل ابنه أحمد وهو في عز شبابه. 8 سنين عاشهم أحمد بيشتغل وبيحقق نجاحات زي والده، لكن للأسف ملحقش يفرح باللي حققه. رحيله حصل فجأة، وده اللي سبب صدمة لأهله وحبايبه وكل الجماهير. فيا ترى مين أحمد سامي العدل؟ وإيه اللي حصل له؟ وكان سبب في رحيله؟ إزاي الناس كلها حزنت عليه؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. يا ريت أحمد كان عايش ويشوف حب الناس ليه وحب ولاد عمه وكل آل العدل اللي عاشوا أصعب لحظات حياتهم الساعات اللي فاتت. رحل من وسطهم شاب وهو لسه في عز شبابه. خالد أخو أحمد كتب على حسابه الشخصي بيعلن عن رحيله. فجأة السوشيال ميديا تقلبت لدفتر عزاء، سواء من المجال، فنانين وورا الكاميرا أو جمهور عادي. كمان رشا قالت على حسابها في فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل، برجاء الدعاء له. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. مفيش كم يوم من خضت الناس لما ريم العدل كتبت عن رحيل أحمد عصام، الممثل الشاب اللي كانت بتعتبره ابنها وكان كل الناس بتعزيها الساعات اللي فاتت بسبب رحيل أحمد العدل. عاش آل العدل الحزن بجد في واحد منهم. أحمد رحل فجأة وما كانش بيعاني من أي تعب، وده اللي صرح به المقربين منه. وكل اللي حصل له إن في آخر فترة كان بيعاني من تجلطات على الرئة، وإنه ممكن يكون اتصاب بالفيروس المتمحور المنتشر الأيام اللي فاتت، ولكن هم مش متأكدين إيه سبب الجلطات دي. إسراء العدل قالت إنه تعب امبارح ونقلوا للمستشفى لما تقل عليه التعب. كلها ساعات وتكون جنازة أحمد العدل في مسجد الفاروق في المعادي. العزاء هيكون بكرة في مسجد الشرطة. ربنا يرحمه ويصبر الأسرة على رحيل فقدهم في عز شبابه. كتير ما يعرفش مين أحمد العدل وبيتلخبطوا في كل شباب آل العدل اللي مكسرين الدنيا بنجاحاتهم. أحمد بيكون ابن الكاتبة ماجدة نور الدين، ودي الزوجة الثالثة للفنان سامي العدل. ليه أخو أخت هما رشا وخالد. سامي العدل اتجوز 3 مرات، الأولى من عفاف رشاد، ما استمرتش الزيجة دي كتير. التانية نادية شكري، خلف منها بنت رشا. أما الزيجة التالتة دي اللي خلف منها أحمد وخالد. أحمد اتربى في عيلة فنية من صغره، طلع لقى نفسه وسط النجوم والفنانين والمخرجين. من طفولته بدأ يدخل المجال لما شارك في فيلم المهاجر اللي تم إنتاجه سنة 1994. درس في أمريكا ورجع على مصر بعد ما اتخرج، اشتغل في مجال الفن كمساعد مخرج، عمل كمان كمساعد مخرج في مسلسل جميلة ومسلسل ضد الكسرة بطولة الفنانة نيلي كريم ومسلسل نسر الصعيد. أحمد كان فنان شامل بيعرف يعمل كل حاجة، من تمثيل لإخراج لتلحين أغاني. شارك كمان في التمثيل في مسلسل فوق مستوى الشبهات ومسلسل حارة اليهود، وده في بطولة فيلم كمان تايتانيك بالعربي سنة 2016. الفيلم ده قدم محاكاة ساخرة لفيلم المخرج جيمس كاميرون. مش بس كده، ده كمان ليه في المزيكا. الوسط الفني بقى له فترة الحزن مليان، وأغلب حالات الرحيل بتكون لفنانين شباب ملحقوش يفرحوا بنجاحهم وفرقوا الحياة فجأة. ربنا يصبر كل آل العدل ويصبر كل حبايب أحمد العدل ويلهمهم الصبر والسلوان.